السلام عليكم يا شباب، كيف الحال؟ شو اخباركم؟ طبعا والله ما اعطيني اكبر من حجمي يا شباب. انا احس ليش احس الكل طيران يتكلم يعني. يا اني انا عايش وهم يمكن، يا ان فعليا هذا اللي يصير يعني. انا اول مره في حياتي اوصل مرحله اقول كلمه تفسيرها يكون شيء ثاني تمام. المهم يا شباب، انا انسان احب بادي بيلدينغ وايد يعني، والله العظيم انا اتنفس بادي بيلدينغ يعني. كل تدخل انستغرام مالي بوستات كلها بادي بيلدينغ، شغلي بادي بيلدينغ، بزنسات اللي موجوده افتشن مايكروز يخص نيوتريشن بادي بيلدينغ، دنجن جير يخص ملابس بادي بيلدينغ، دنجن جيم يخص بادي بيلدينغ، جراب اند جو منتجات تخص بادي بيلدينغ. حياتي كلها يعني حول بادي بيلدينغ، عرفت؟ فانا وايد احب بادي بيلدينغ، فالكلام اللي راح اقوله كله يخص بادي بيلدينغ، منظور بادي بيلدينغ بحت. اي شيء يمين يسار يمين يسار دراما كلام علي هذا ما اشيل همه لانه مش مهم، مهم اللي انا الشغف اللي انا عندي. فراح نتكلم عن بعض الشباب اللي نزل البطوله. انا ما اسوي هذا الشيء في ولا بطوله، ولكن حلو واحد يعطي خلاصه عن اللي صار بحكم انه بطوله دبي ما شاء الله. اي بادي بيلدينغ انا لسه يطلع في يوتيوب من المشاهير كلهم يتكلمون عن البطوله يعني صارت صيتها يعني عالمي، وانا متاكد ان اسامي وايد قويه بتنزل السنه الجايه. فقلنا بنعطي بعض يعني النتائج اللي الشباب حصلوها كشكل، خلي النتائج الفعليه على صوت، عقب بنشوف شو اللي نقدر نحسن عليه. قصه اللاعب كيف شارك البطوله هاي، بعض يعني اذا عادي اطرح بعض البروتوكولات اللي كنا نمشي عليها لكل لاعب، كل لاعب طبعا يفرق عن الثاني، وين اصبنا وين اخبنا، والواحد يمكن ممكن يستفيد وممكن يكون بس من جانب انترتينمنت يعني. تمام يا شباب؟ طبعا مو كل الصور وصلتني، الصور توصلني بالقطاره يعني حتى في شباب في بعض البوزات لبعض اللاعبين اقول خليت المصور قبض البوز هذا، بس اللي موجود بنزله، اللي موجود بنزله بدون ما يعني نغطي نخش اي شيء يعني، كل شيء مكشوف. وبسم الله نبدا. والحلاقه صور على الشمال. نبدا اول شيء بادوارد كاغبو. ادوارد كاغبو طبعا وزن يوم الجمعة على 98، يعني كان باقي له كيلوين على 212 وهو كان ماكل اوريدي، فهو فعليا نشم رقاد هذا اليوم على 97.8. لو صومته بس كان يقدر يجيب 212، ولكن ادوارد باستشارة يعني ناس انا اتطلع لهم، ناس اثق في عقليتهم مثل عبد الرحمن الشيخ، كالم، بعض المدربين، قلت لهم شو رايكم يعني ادوارد اني اوبن ولا 212؟ فقالوا لا اوبن، وفعليا انا كنت حاط في بالي اوبن لكن على السنوات القادمه، لكن ليش اتريه لين السنوات القادمه؟ خلي الولد يعيش اهوال الاوبن من الحين علشان خلاص يعرف ان هذا الستاندرد اللي هو لازم يطمح له. ادوارد قبل سنتين واقف في دبي ماسل شو في نفس المكان تريد سنتر يلعب على وزن تحت ال 85، فعليا وزن على الستيج كان 82. بعد سنتين ادوارد على الستيج هني في الليل يعني ماكل تقريبا 8 وجبات على وزن 101.5، وحصل مركز خامس. الحين بغض النظر عن المركز هذا شيء تقديري، يرجع لللاين اب، يرجع لي الحكم كان شو يبغى، سبجكتيف. اتكلم عن كونديشن وفولنس. كونديشن فولنس اوكي، هل كنا نقدر نحسن من كونديشن؟ كنا نقدر، ولكن لانه بيلعب اوبن بادي بيلدينغ فشوي ضحينا لو تلاحظني في الجلوت شوي علشان وي اتشيف ماكسيمم فولنس، اللي هو واضح يعني. حتى هو يوم يسخن باك ستيج كان يقول هذا صدري بينطر، قلت له اوكي هذا اللي كنا نبغى نصبه. هل قطعنا ماي؟ انا ما قطع ماي ولا لاعب الا لاعب واحد في اخر تقريبا 48 ساعه، ما ادري يمكن شرب قطرات ماي بس، وبذكرها قبل شوي ويا بكرت. اوكي، فاسمر لكم ان كل لاعب غير عن الثاني، وانه مو بشرط العلم يقول لك اشرب ماي قطعت ماي بتفلت، يعني مو بكل شيء يصير على ارض الواقع. مرات لانك تستخدم محسن اداء في اشياء معينه، وبعد جينات تلعب دور في اشياء معينه لازم تخرج خارج منظور العلم. ففعليا ادوارد ما وقف ماي. في يوم الخميس بدينا لودنج، بدينا 1200 نت كارب تقريبا، كسعرات كنا تقريبا 5000 سعره، ووتر انتيك كان تقريبا 5 to 6 liters. ادوارد مو من النوع اللي يشرب ماي وايد. نشينا يوم الثاني نفس الوزن 98 او 97 خارده، قلت مشكله هاي. دعستنا زياده وصلنا تقريبا 1800 نت. يوم الثاني نشم رقاد 98، قلت جبت العيد. قلت اوكي عندي يومين اصلح. استوى يوم السبت على 98، دعست وصلت ل 2500 نت كارب.
وصل مرحله يقول لي I cannot eat anymore. قلت له يا دول it's fine. شكلك الساعه 8 يوم السبت هو بيحدد شكلك يوم الاحد الساعه 8 لانه بالضبط بنعيد نفس السيناريو. شكله الساعه 8 يوم السبت كان ممتاز. قلت له هالشكل راح تنزل فيها ستيج. عندنا يوم الثاني نفس الشيء لانه خلص يوم السبت على وزن 101 فعليا خلص يوم الاحد وهو واقف على الستيج على 101. عندنا نفس السيناريو عشان يعني نقلل الاخطاء. هذا ادوارد والسلام عليكم. ان شاء الله مقدمين على فيزا يوكي بنحاول نلعب يوكي وعقبها ايطاليا. منو بيلعب ويانا؟ اسامي وايد كبيره منهم هاندر البراده. في مشكله؟ ما في مشكله ولكن خليه يدخل المعمعة وينصف على راسه عشان يتعلم. حامد البلوشي الملقب بوزي ولد صغير نيو بلاد. بدينا تقريبا قبل ما ادري 7 شهور اول 4-5 شهور كنسل حمد. الموضوع كان السلام عليكم على اساس انه اوف سيزن بس كلام فاضي. عقب الولد يعني التزم لعبنا المغرب مستوى زين ولكن حمد من الشباب اللي يعرقون وايد وايد حتى في البوزنج الصبح يوم كان يل دنجن يا يصل عرق من يسوي بوزنج بس يلعب بايسب كيرل يصل عرق خاصة من المناطق العليا يعني صوب الترابس الصدر هالأماكن فهذا كان يأثر على التان ماله وكان يخرب شكله على الستيج. في المغرب نزل بحلة ممتازة كده أشوف إنه فيه أحسن ولكن الموضوع العرق هذا وايد خرب علينا فاللي سويناه استخدمنا بوتوكس يعني as simple as this. دكتور هاردك thank you دكتور دكتور تجميلي حطينا بوتوكس في مواقع معينة بحيث إنه نفس اللي يحطون تحت الباط عشان نقلل الموضوع العرق وفعليا نزلنا نتيجة حلوة بدون ما يعرق الولد على الستيج. ممتاز ممتاز هذا خلصنا من عقبة أولى. العقبة الثانية حمد ما كان بيلعب دبي حمد كان بيلعب لندن ولكن أسطورة البودي بيلدينج اللي هو أبو حمد عمي أحمد حسين اتصل فيه قال لي عبد الله حمد يشارك دبي. قلت له إن شاء الله أقدر أقول شيء فقلنا أوكي فدعسنا على حمد ومسكين صمل الريال من 96 نزلنا وزنه في خلال 6 أيام ل 86-87. حمد يعني والله والله ما استهبل شوف الفولنس هني في الموس ماسكلر. حمد يمكن في آخر 48 ساعة ما أتذكر كم شرب ماي من قلة الكمية اللي شربها ومع ذلك الولد نزل فل لأنه عارف الولد شع يعني مو من النوع اللي يفلت إذا ما شرب ماي زائد إنه إذا شرب ماي احتمال يكون في أكسس ووتر وصار كذا مرة فاتقينا هذا الموضوع كان ترايل ايرور جربناه ممتاز وفاز الولد بكرت الاحتراف. الحين فاز كرت الاحتراف ما فاز كرت الاحتراف باكج انا راضي عنه الباجي مركز ما مركز هذا بيضرب العالمي. اوكي شكرا حمد ومبروك دخولك عالم الاحتراف والحين ياخذ اوف سيزن ورشيد اللي هو البارتنر حمد مسكه من اذنه وخليه يتمرن عدل ويقبض اوف سيزن عدل. مصطفى جعفره شخص عزيز على القلب طبعا كلهم عزيزين على القلب شارك العام دبي برو كان في شهر 9 دبي برو يعني شهرين من اليوم انصفع راسه ويقول ياب سكند كول اوت انا حيد ثيرد كول اوت بس بغض النظر ما دخل فيرست كول اوت حتى طلع زعلان وجي قال هل تشوف ان انا عندي بوتنشل قلت له ما ادري خذ اوف سيزون ونشوف قلت له خذ اوف سيزون ونشوف قلت حاله حال غير اللي بيقولون اوكي بناخذ اوف سيزون وراح اراويك وانا اشوف لكن ولد فعليا خذ اوف سيزون ودعسنا نعم دعسنا يعني وصلنا تقريبا 1.2-1.5 ميلي جرامز انابوليكس في الاسبوع رفعنا الجي اتش تو 8 اي يوز استخدمنا اي انابوليك باثوي موجود تمارين ارتفعت شدتها اعلى سعرات ارتفعت لل 7000 اليوم يعني كان اوف سيزون اول اوت فول ثروتل والولد نزل العام على وزن 83 في هذه البطوله ذبحنا عمارنا يومين تقريبا يمكن كل اكل عصافير عشان بس يجيب وزنه لين ياب 91.5 بالموت ما ادري 4 بس اليوم الثاني طبعا زاد وزنه 92.93 لكن شكليا هو احلى شيء على 96 يعني ترى مو بس فهذا مو احلى شيء مع انه هو ياب كرت بس هذا مو احلى شيء احلى شيء على وزن 96 الحمد لله الحين احترف عنده لين 96-97 فامونه طيبه هالسنه رد من عقب ما ياب سكند كول اوت ثيرد كول اوت السنه طافت رد وياب كرت الاحتراف مبروك لجعفر دخول عالم الاحتراف الحين ما في خوف على موضوع التزامه لان الريال يعني يتنفس بودي بيلدينج ما خاف عليه. هذا محمود عادل شاب مصري احترف في كو سكواد في مصر يوم كان يوزن تقريبا 3 كروت وكان اصغر واحد وزن شيء 70 يمكن بعد سنه وشيء كمان تقريبا سنه وشيء اوف سيزون يمكن او سنه تقريبا اوف سيزون فترة طويلة الولد نزل
على الستيج بوزن تقريبا 89 88، ف يعني في 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 جروث محترم مستوى، ولكن مركز سابع في 212 محترفين، ولكن الكوادز هني لازم تتطور وايد، غير ناضجه عن باقي العضلات. من وراء الولد ما عندي كلام، جلوتس هامسترينج باك كونديشن ممتاز، من السايدز اموره طيبه، هو بس من جد من هالمنطقه مشكله بس. فهذه المنطقه هي لازم تشتغل عليها في الاوسيزن. عنده تقريبا 8 9 10 كيلو لين يوصل 212 ليميت، او يعني خلينا نقول حتى لو وصل وزنه 99 قبل البطوله بيوم عادي وزن 96 رقم نرتفع، لكن هذا ما راح يصير السنه الجايه ولا بعده، يبقى له 3 4 سنوات. ولكن ولد فيه بوتنشل، ولد مجتهد من الخامات المصريه الزينه. كفو محمود. هذا راجا السيلاني من سريلانكا. راجا العام تقريبا لعب بطوله بينو وزن 73 تحت ال 75، السنه هاي بعد لعب تحت 75، ولكن بس حطينا رينا على الميزان 75، طلع من الميزان عطوه 76، بس شاركنا على وزن 78 79. فالولد اشكره، اخذ سيزون محترم وكبر، وانا يعني اشوف راجا راح يحترف يوم بيكون تحت ال 85 او تحت ال 90، ما راح يحترف الحين، واتمنى انه ما كان يحترف، دخل اوفرول فاز وزن تحت 75، ولكن كنت اتمنى ما يحترف، لانه لو احترف يمكن ما يشوف الستيج لمده 4 5 سنوات. فافضل خليه ينافس في البحيره الصغيره اللي هو فيها الحين لين يحترف بجداره واستحقاق، بعدين عشان يوقف على 212 ستيج يكون يعني مؤهل انه يوقف. راجا يحب شون كلاريدا، وانا اشوف انه يشبه شون كلاريدا، لكن بعد يبغى له وايد عضلات عشان يوصل شون كلاريدا، ويمكن ما يوصل شون كلاريدا ما ادري، ولكن الولد ما اشوف فيه فلوز، ما اشوف فيه عيوب واضحه، يمكن صدره يبغى له يتطور اكثر عن شيء، ولكن كونديشن جلوتس هامسترينج باك كريسمس تري ممتاز، تريشن تشست كواد لاينز ممتاز، كل شيء اون بوينت، تشست دنسيتي زياده، هذه هي عن طريق اوف سيزون بعد اوف سيزون، والاوفر الباكج يكبر اكثر عن شيء، والولد يعني كتكوت هالطول يعني الكبر يعني، فلازم ينمزر وايد، ولازم يحافظ على الميد سكشن وهو ينمزر لانه مضغوط وايد، فاوريدي يسوي فرندا والبايسن مع فاكيوم، فنتمنى مع الفاكيوم هذا يتم لانه جماليته وايد حلوه. فمبروك راجا، كونجراتيوليشن، سي يو نكست يير. هذا احمد شافني احترف المغرب قبل اسبوعين، على طول قررنا نلعب دبي، قلنا بس بنلعب عشان نشوف الوضع كيف. في المغرب كان وزنه 104، هنا هني وزنه 109، هو فعليا عنده لين وزن 109، هو قاس على 104 لكن فعليا وقف على ستيج 109. هل هذا الشيء اللي سويته كان صح؟ ما كان صح، لانه وايد ضحينا بكونديشن هنا على اساس انه بننزل مع محترفين كبار وانصفعنا راسنا، يا بتوقع ثيرد كول اوت او سكند كول اوت، اتوقع مركز تاسع، بس بغض النظر عن المركز، مركز مش مهم لانه رياضه تقديريه، ولكن ككونديشن وفولنس اوكي. كان يقدر يتحسن من الخلف، لكن ما ادري ايش صور الخلف، شكل صور الخلف ما كانت اوكي. شكل الجلوتس ما كان اوكي، بس انا غالبا احمد جلوتس ماله اوكي يعني، انا من طرف باين انه اوكي. على العموم اذا وصلت الصوره بنزلها عادي، ما في مشكله. يحتاج اللاجز اكبر عن شيء علشان يقدر يكون ثريت في عالم محترفين، وياخذ اوف سيزون الحين. See you next year أحمد شافني. Thank you على الصملة. هذا علي ميرزاي، سلام عزيزي الدلام. علي يا ثالث كلاسيك فيزيك كلاسي، بغض النظر عن المركز علي توقعت نسوي شيء. طبعا هذا ما شاء الله لاعب جاسم، لاعب قوي، يا بطل أبطال، فاز على جعفر، حتى أوفرول كل شيء أول في كل شيء كلاسيك فيزيك. لا أحد يطلع يقول لي ها أحسن، ها لا، الحكم اختار هذا يعني هذا أول، ما في مقارنة أوكي. لكن علي راح يكمل يلعب أرمينيا ان شاء الله، نيب كونديشن احسن اللي هو كان عليه، نزلنا وزن 97، بعدها الجلوتس ما كانت جالسه تنشف وايد، اول مره اشوف ايراني ما في جلوتس، يعني حتى اظني عامل نظافه ايراني في جلوتس، بس هذا ما ادري يمكن في جينات غير ما اعرف. بس الولد اوفرول زين، شيب ماله فيري كلاسيك، يحتاج مور لور بودي، لكن جلوتس 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 يعني، تشوف بهروز يوم يضرب جلوتس من السايد تقول امواج، هني هذا يباله وايد يعني. فبنكمل الحين بطولة أرمينيا، بنحاول نجيب كونديشن خلاص الرمق الأخير، ما أتوقع أن الولد راح يصغر لأنه ما شاء الله عضلاته وايد ماتشور، عمره شيء 30، ف عقب ما نفوله شيء بوجبة وجبتين ما شاء الله ينقع بسرعة، فنشوف بطولة أرمينيا شو يطلع معنا. يعني حصلنا أو حلفنا الحظ ممتاز، ما حصلنا كرت ما في مشكلة، هذا الغالي على القلب، هدف السويدي. طبعا هدف ما أتوقع يباني حط الصور، لكن انا توقعت هادف ياخذ كرت الاحتراف صراحه، من اكثر الشباب اللي يعني استانس اشوفه يسوي بوز الصبح،
كونديشن كان اون بوينت، يحتاج عضلات اكثر، نعم يحتاج عضلات اكثر، ولكن ولد يعني برزنتيشن على ستيج كلاسيك بيوتيفل والله. هذا يعني انا استانس لما اشوف الصبح شيء جديد. فكل شيء كان اون بوينت، بس خسر من منه، خسر من حمد اللي احترف معنا، حمد احترف هو هادف، خسر منه في نفس الكلاس، كلاس بي. انا توقعت ان هادف ياخذ الكرت، ولكن ما حالفنا الحظ، راح نكمل احتمال لعب يوكي ونشوف الوضع كيف. شكرا يا هادف. طبعا هادف من الشباب اللي مستحيل نلعب او نسوي اي مانيبيليشن من ناحيه سوديوم الكترولايتس، ولا حتى سوائل، نخلي كل شيء ستيبل ويدخل بطوله نظر دي اند اوفيس، ما نغير ولا شيء، لان جدا حساس لهذه الامور. فنخلي كل شيء ستيبل، نزل بودي فات قدر المستطاع، ارفع الانتيك لهاي دي اللي هو متعود عليه، وادخل البطوله كمان. المهم خلاصة النص السيزن هذا يعني وايد اوفرولات ندقينا على راسنا، وايد ميداليات ذهبية. حمد اتوقع كان يعني بس في هاي السنة الكالندر يير من جانوري لين الحين، حمد وزي كان اخر كرت احتراف تقريبا هم 7 هاي نص السنة بس، وباقي نص السنة زيادة. اذا في زيادة في زيادة، ما في زيادة هذا ما راح يزيد ولا ينقص من اي شيء. دوم اقول الفضل يعود للاعب ما يعود للمدرب، المدرب جزء من الرحلة هذه، ولكن اللاعب هو اللي تعب وهو ينال كل الكريدتس. الفضل يعود للاعب، هو نال كرت احتراف، فهو IFBB برو مو بأنا. اوكي فهنيئا لهم، واللي الثانيين يعني معوضين خير، واللي بيكمل كفو عليك. اذا انا اشوف فيك بوتنشل بقول لك فيك بوتنشل كمل، حالفك الحظ ممتاز، ما حالفك الحظ تي السنه اللي بعد ان شاء الله، واللي ما في بوتنشل اقول له ما في بوتنشل. الحين في فيديو من الفيديوهات اللي نزلتها في الفلوج قلت ان انا من الاخطاء اللي سويتها اني استقبلت لاعبين كثير. نعم كان عندي لاعبين مانس فيزيك، ومنهم سعد بن هاشم اللي هو بطل المملكه، نزل على ستيج مستوى زين، هو راضي على مستوى انا اشوف انه اوكي حق مانس فيزيك. عطوا اوت، الحين عطوا اوت ليش؟ انا ما افهم مانس فيزيك، ما افهم هم شو يبون بالضبط. حمزه نابلسي اتوقعت انه ياخذ كرت، اشوفه قدامي كنا كرتون، نفس الكلام عطوا ثاني وشحف الكرت، ما افهم مانس فيزيك. انزين لاعب اخر انا كنت حاط بوتنشل فيه ولكن خطا مني انا صار، اللي هو عبد الله الناصر. عبد الله الناصر لاعب سعودي من الشرقيه، لاعب كان يلعب مانس فيزيك، حجمنا وايد صار زين، ما اخذنا اوف سيزون، ولكن من رفعت اكله وبدينا نعدل بعض الامور ما شاء الله سوى صمديد. بعدين عين وقلت له بتلعب كلاسيك، وعيني تمت على جلوتس وهي سلاح جلوتس سلاح جلوتس سلاح جلوتس وكونديشن في الكامسترنج اللي بعدين يوم راحني خلاص. حاولت افوله افوله افوله، كل ما تفوله زيادة كل ما يمسك ماي تحاول تسوي بالانس بين فولنس وما يستوي ووتر ريتنشن، ما طلع الاوت كامل ممتاز. فاستسمح منك يا عبد الله الناصر وبيكمل الولد، وان شاء الله نطلع باوت كام احسن. منهم خالد الدالي نزل البطوله هذه، متطور وايد عن السنه طافت. هل السعوديه ما شاء الله هاجموني بشكل مخيف على موضوع خالد، انه شو المستوى نزلته الولد تطور. الحين بحط لكم صور شوفوا كيف تطور من بطوله سعودي كلاسيك الى اليوم، ولكن هل حالف الحظ؟ ما حالف الحظ، هذا بودي بيلدينج يا شباب، يو فيرسز يو، مو بالكل عند عبد العوض لازم ياخذ مركز، ما يستوي، عرفت؟ في وايدين داخلين معي فقط للمشاركه، وانا قايل لهم ما عندك بوتنشل، لكن مو باي حد يكح، يعني انا خليته يكح يعني، اوكي يا شباب؟ فنحط لكم مستوى خالد الدالي، بعد نسيت خالد الدالي. زين من لعيب مانس فيزيك بعد محمد حيدر، جاب ثاني الهند وجاب ثاني بعد مره في دبي، والخطا هو يعرفه اتوقع عشان البوزنج، لكن بعد مانس فيزيك ما افقه اللعبه هاي ولا ادانيها كاتيجري، ما افهم والله. اكثر ناس يطلعون زعلانين هم لعيبه مانس فيزيك، تسالهم ليش؟ يقول والله ما ادري شو يبون، كلكم تعيدوا نفس الجمله، ما ادري شو يبون. اذا ما تدري شو يبون ليش شارك؟ انا هذا بالنسبه لي يا جماعه، يوم انا اقول شيء مو انا معناته كلامي صح ولا غلط، بودي بيلدينج رياضه مبنيه على رأي. الحكم عنده رأي، فهو رأيه هو اللي يمشي، ولكن أنا بعد عندي رأي، وهذا عنده رأي، وهذا عنده رأي، سبجكتيف، فما حد يزعل من رأي الثاني، تمشي الحياة عادي، ما في إشكالية. تمام يا شباب، لا 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 تحس إني أنا الموضوع مش يعني ضرابة، لا لا لا، مش معركي، سبجكتيف، رأي تقديرية، هاي يقدر منك شيء، هاي يقدر منك شيء. أنا أقدر رياضة المنس فيزيك، ما أفهمها، ولا أشوف أنا يعني تعطي اللاعب حقه بحكم إنه يمسك هذا المشوار.
كله والدايت والهرمون سبسلي تو بوزز انا اشوفهم كلهم حلوين على ستيج فما اعرف شي يقول مره يقولك نبغى حاجه مره يقولك نبغى هذا مره فانا اضيع فاخاف اللاعب يزعل فاقول لا تشارك احسن من الشباب اللي يبتعدون العيد فيهم عبد الله النعيمي عبد الله النعيمي طيار في امارات الله يحفظك يا عبد الله انا اسف جدا انا اسف جدا عبد الله النعيمي يوم من الايام نشم رجال سوى لي ابديت كان يقول الولد عبد الله يا اساس توي صغير قلت لا ما علي لازم نجيب كونديشن جلوتس وبعدين من كثر ما احنا يازين حالك نلاحق كونديشن جلوتس الجلوتس عندنا مو بنافجه اصلا بس هبكت الا طلع استريشن في جلوتس الولد من 74 بوف نزل على 69 راح عني وراح عني وخلاص هني يوم يروح عنك يروح عنك خلاص جيم اوفر يعني انا افضل يو بول ذا تريجر وما تشارك لكن هو حاب اني اشارك ما نزل مستوى زين منصور الشرفة نزل مستوى زين ما كان صحته زين يا مركز ثالث يا جماعه انا اسف اذا نسيت اي حد سفيان سكند كول اوت في المغرب ياب مركز ثاني ورا سامي ما دخل اوفر في المغرب سامي دخل اوفر وخسر من شافني سفيان مستوى افضل من المغرب ولكن ياب سكند كول اوت يعني هل معناته سفيان سيء عشان ياب سكند كول اوت لا ياب مستوى وايد احسن ولكن الحكم ما بغى سفيان واللاين اب كان وايد اكبر عن المغرب فهذه الامور تحصل يا شباب تمام سعيد الحمادي ولد مجتهد مثابر يدري ان جيناته ما تسمح له تودي بعيد ولكن شارك فقلت لكم في وايد شباب منهم سعيد سالم المنصوري بتم اتذكر بتم اتذكر كل ما نكمل بتم اتذكر لكن ولكن ما يعني نقصت في حق اي واحد ويقدرون يطلعون يقول عوضي انت ما سويت لي سالفه انا بعترف لكن والله العظيم اني يوميا 35 واحد الصبح من الساعه 4 ابديت لين 7:30 يوميا غير التليفون اول باول غير اللاعبين عندي في نفس الاسبوع هذا مشاركين في ام بي سي يو اس اي واحد خسر من الكارت اللي هو توبي الخام خسر بخساره يعني بسيطه بس بيلعب بيتسبورغ ام بي سي يو اس اي بيتسبورغ وبيحاول يجيب كارت هناك فاقول لك ضغط كان هالاسبوع ضغط يعني غير البوث غير السلم وهذا ولازم تكون اوكي ويا كل حد ما يستدعي حق واحد لا قم انا عندي شغل فالضغط كان وايد كبير ولكن يوم نسافر بثلاث اربع شباب يعني امورنا طيبه خلاص تك 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 في البيت ياسين اروح البطوله خلاص برد تمام يا شباب يعني انا تعلمت وايد من هالويكند تعلمت كيف يعني صدق اتعامل تحت الضغط ضغط مو بناحيه ضغط جمهور واعلام لا ضغط فعليا شغل غير عن ان كنت اسوي لقاءات مع اللي احترفوا يعني طلعوا كلام ان والله العوضي هد لعيبته وراح يسوي لقاءات لا كيف هدش يعني اوكي هديت الشباب شو بيستوي في اخر يوم قل لي اللاعب يبغى نشم رقاد اوريدي البروتوكول طرش له اياه خلاص يدري شو بيسوي الى الستيج وغالبا ما راح يسوي شيء لانه هو انذر دي ان ذا اوفيس بعيد نفسه سوى امس اذا شكلك حلو الصبح خلاص شكلك حلو الستيج اذا شكلك مو حلو الصبح ما راح يغير ولا شيء ما راح يسوي ماجيك يعني عرفت فكنت اسوي كل شيء واحاول كل شيء بعدين اللقاء شو 30 ثانيه وبالعكس كنا نفيد يعني الجماعة ونساعدهم وبالعكس شرف لي أن أكون وياهم في موضوع أن نمسك الميديا ليش لا إذا في مجال أني أساعد غيري بساعد ويساعدنا ويدين باكستيج لعيبتنا ما في مشكلة يا شباب فأنا استأنست وايد أني عشت تحت الضغط هذا لأن فعلا طلعت بوايد أوتكمز نتائج طيبة لي أنا شخصيا يعني نمت وايد صفات فيه أنا الحين موضوع الاشتراكات يا شباب انا سكرت الاشتراكات قلت بفتح اليوم بس ما بفتح اليوم ليش عشان فعليا اعطي 100% حق اللي عندي يا شباب اذا حد يشوف ان انا مقصر جاي يقول لي انت مقصر جاي والله العظيم ارد لك فلوسك لاني اعرف ورب العالمين شاهد وانا بس انا هذا يوم القيامه اني مو مقصر مع ولا احد اول باول ارد على الكل حتى في بعضهم يتحرون اوتوماتيك ريبلاي يقول لي انت صدق العوضي اقول له هي انا العوضي مو بس ارجع نفسي ولكن فعليا انا احب بودي بيلدينج انا تري الابديت من لاعب قال ما انا متحمس اكثر نوم. اوكي فعشان شيء ما بفتح الاشتراكات بفتح الشركات على بدايه الشهر الجاي اللي هو شهر 9 يعني باقي شهر وفي شهر 9 بدخل مدربين جداد يشتغلون معي ويساعدوني واحد بيمسك موضوع البي سي تي فيرتيليتي والاستشارات والثاني بعد بيمسك اللاعبين واثنيناتهم على مستوى عالي جدا تمام يا شباب بنكون ثلاث مدربين في موقع عبدالعوضي.com هذا على بدايه الشهر الجاي ان شاء الله باقي واحد هذا الواحد الأخير لو أصور لي دار الحين أنت الأربعة أيام ما
نزلت سناب شات مو بني انا منخش وبعيد عن الناس، لا عندي مليون الف شغله ثانيه في الحياه يعني، وايد لهيت عن امور ثانيه في الحياه لانه بودي بيلدينج ودبي برو. فخلصت بعض الامور الحين هديت، فقيت اقدر اتكلم عن الموضوع. فهالشخص يعني اللي باقي اتكلم عنه شخص جدا عزيز على القلب، وايد احب هذا الانسان والله العظيم. لو هذا الانسان يروح عند اي مدرب في العالم يظل اخ واعزه بشكل كبير جدا والله العظيم، لان انا فعليا تعلمت من هذا الشخص وايد اشياء، وايد وايد اشياء تعلمت منه من راحه البرتغال الى دبي. انا وايد تعلمت منه يمكن هو ما يعرف، لكن انا مركز جاه في كل شيء يسوي. شخص يعني محبه الناس اللي الله حط لهذا الشخص والله العظيم يدل على صفاوه قلب هذا الانسان. فانا يعني بنعطيكم خلاصه المنظور البودي بيلدينج لهذا الشخص، وبعدين بنتكلم في امور اخرى. زين عبد الله الربيعي والله اللي يصير اخي ضحكني والله. عبد الله الربيعي نزل مستوى زين. اهم شيء انا قبل راي الحكم وقبل رايي انا، هو شو يقول؟ هو يشوف، هو مستانس، خلاص الواد مستانس خلوه. هو يقول انا افضل مستوى وصلت له، ممتاز. هل الواد في نقاط ضعف؟ اذا انا بقيم منظور بودي بيلدينج، هل في نقاط ضعف؟ نعم في نقاط ضعف، النقاط ضعف يعني obvious، واضحه وايد. هالمنطقه كامله تعتبر نقطه ضعف، هاي من هني وفوق arms، اكتاف، صدر، نقطه ضعف لازم يطورها عن طريق اوف سيزون، ويمكن ما تتطور جينيتكس. هذا بودي بيلدينج، نحن دائما نقول جينيتكس، لانه فعليا جينيتكس، ويمكن باقي العضلات كلها تتم تتطور وهاي بعد تتطور، ولكن لان هاي تطورت بعد راح تبين الفرقيه في التطور. فبيتم بعد الريشيو اللي هو نسبه تناسب تطور رجله اكثر بوايد بحكم ان جيناتها وايد زينه عن الذراع والاكتاف والصدر، مع انهم طوروا بس النسبه تناسب راح يبين. تمام يا شباب، ولكن احنا مستمرين، الولد مستانس مرتاح، هذا اهم شيء عندي. مو باول واخر مره لاعب يخسر. المركز لا يحدد مستواك على الستيج، لان قلنا امور تقديريه، قلنا راي الحكم في هذا اليوم، قلنا شو اللي يبون يشوفونه، هل كان هدفهم كونديشن، ولا كان هدفهم فولنس، ولا كان هدفهم اوفر، ولا كان هدفهم، ولا اللاين اب نفسه حكم ان عبد الله يطلع في المركز السادس. وايد امور تلعب دور. الحين نتكلم في موضوع وايد مهم وتكلمت فيه بعد بطوله البرتغال، وبرضه اتكلم فيه مره ثانيه، موضوع الفولنس. الحين انتم شفتوا الشباب كلهم، في شباب اقول لك قاطع عنا ماي بعد فل، جينيتكس يلعب دور. اوكي عبد الله في هذه البطوله نزل بوزن 104.805، برتغال نزل وزن 102 تقريبا فاصلة 2، تقريبا كيلوين فرقيه. هل هذا اثر على الكونديشن؟ نعم اثر على الكونديشن من الخلف. شوفني ترى انا صارم اكثر من الحكم، يعني اشوف كل جسم في الجسم حابسني. مو بالكونديشن نزل فيه في البرتغال، انا اشوف البرتغال كان وايد احسن من ناحيه كونديشن. هل هو يقول لي انا احس اني انا فل اكثر؟ يقول نعم انا فلنس، يقول لي عروق تبين في كتفه وشي، فيقول لي انا فل وايد اكثر عن البرتغال. زين هل كيلوين استو، هل بنى كتله عضليه زياده، هل شفت صدره استوى شيء هالكبر؟ لا، بربيعه في اوف سيزن صدره ما يستوي هالكبر، اللي هو فتره انه اوريدي في بودي فات وهذا كله، وفي ووتر ريتنشن، والبومب من اول عده تلعبها في الجيم بومب ملعون يكون، فمعناته العضله هي نفسها مش ناضجه، فما راح يتغير شيء في يوم وليله من لود بس. فعبد الله العوضي ما فلله شو تماني حط هيرونيك اسيد داخل، يعني حط فيلر، شو اسوي يعني؟ هذا حد الولد، لازم نعرف فيه نسبه وتناسب، بيس وايد احط فيه اكل اكل اكل، ترى ما يبين صدره وراح يروح الكونديشن، خسرنا الاثنين. شكله بيكون مضحك وايد على الستيج يعني. تمام يا شباب؟ اذا ناس انتم مو بعيب لكم هذا مستوى بربيع، يعني ما في مشكله، قول انا مو بعيبني، هذا رايي. بودي بيلدينج عباره عن رياضه مبنيه على راي، وانا احترم جميع الاراء، طول ما انه ما في سب، انتقد قد ما تبغى. ما في اي مشكله. تمام يا شباب، فالولد راضي، اموره طيبه، مستمر، راح ياخذ اوف سيزن، راح يكمل. قلت واعيد واكرر، عبد الله لو بيختار اي مدرب في العالم، عبد الله انا اعزه ومعزته فوق بادي بيلدينج. عندي وايد شباب طلعوا وراحوا عند اي ناس ثانيين، والله اني اعزهم ويتمرنوا في الجيم، امورهم طيبه. اذا في مخوه يا شباب، المخوه تكون فوق بادي بيلدينج. انا احب هذا الشخص لاني احب هذا الشخص، ما احبه لاني ادربه، لا لا لا. ونرجع على موضوع اهم من هذا كله بعد هذا السناب، والموضوع هذا اللي هو موضوع اني اسوي سبونسر حق الشباب. يا شباب اسمي عبد الله بدر احمد عبد الله عبد الرحيم عبد الغفور جعفر محمد ابراهيم العوضي.
يعني انا اخذ فلوسك ما اعطيك فلوس من الاخير يعني. الموضوع اني اسوي سبونسر حق لاعب والله عشان اقول هذا عندي، هاي مستحيل اسويها. لو تنجلب الدنيا فوق تحت والله ما اسويها. لو عندي فلوس فعليا بدل ما اروح اسوي سبونسر حق لاعب صراحه انا بوسع الدنجن وايد اهم عندي من اي شيء عشان جاي ادور انفستر. يا جماعه عبد فقير والله العظيم قدام الكاميرا ورا الكاميرا انا واحد، اللي شافني الاكسبو يعرفني واللي ما شافني الاكسبو يعرفني الحياه الطبيعيه يعرفني. ما له داعي اقول هالشيء ولا ابرر هالشيء. والله اني احب الجميع ولا اعادي احد، يمكن ناس يعادوني لكن ما عندي مشكله في هذا الشيء. سبني لين ورا باكر. والله العظيم ما عندي مشكله ولا جالس اتمسكن ولا جالس اعيش المثاليه الزائفه ولا شيء. والله والله تبغى تطلع وتسب لي ورا باكر انا محتواك طول ما عندي مشكله. انا اسامحك لوجه الله واحتسبه عند الله، والله العظيم ما عندي مشكله. ابتسم. يعني ما تبون دليل قراني عن موضوع العفو والتسامح؟ نعطيكم مقوله غاندي. يقول لا يعني من قابل الإساءة بالإساءة فمتى تنتهي الإساءة؟ ما بتنتهي الإساءة، فما أسيء. أنا في حياتي من 3 سنوات أنسب من فتحت الدنجن هذا ما الدنجن شوي عقدة. والله ما أسأت لأي إنسان في الدنيا في بادي بلدين. ويا جماعة وايد مهم آية قرآنية هاي مهمة في خاصة في هالمجال. تبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة. تبين مو بسمعت كلام على طول صدقته، لا تصدق الا يوم تشوف يعني شيء بيان رسمي انه فعلا هذا شيء شيء شيء. لا حرام يا جماعه حرام. لان انت يوم تسمع وتصدق اشاعه هذه تسبب فتن. يوم سوى بطوله اكسجين للخليجيين شو كانت فكرتها؟ فكره البطوله كانت بطولة أكسجين للخليجيين لأن إحنا خليجنا واحد. نسمع عنا كأس الخليج، عنا والله كأس أندية الخليج لكرة القدم، عندنا بعد بطولة كمال أجسام الخليجيين سووها أكسجين جزاهم الله خير. شو معناته؟ معناته خليجنا واحد وكنا على يد على يد وحده وعلى قلب واحد. ليش المشاحنة والسب؟ على شو يا جماعة؟ فكر فيها شي. سكر عينك فكر الحين. نحن نسين نسوي دراما على مفاصيخ وكنا على ستيج. كم اون. ما تسوى والله. والله ما تسوى. فنهدي يا شباب نهدي. ها؟ هالأمور يعني والله نحن وايد أكبر عنها. يعني المناوشات والدراما اللي تصير. ليش يقول أنت ليش ما ترد على ها وليش ما ترد على هذاك وليش ليش أرد يا جماعة؟ ليش أسيء لشخص أساء لي؟ بتكمل تسوي فتنة 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 وفيها الناس اللي يحبون دراما يطالعون. وأنا متأكد في وايدين الحين ترى يجون على السناب هذا. ما حصلت لي توه. لا لا ما راح أسب حد. ما راح اسب حد لان انا ما ربيت على هذا الشيء. ودوله الامارات دوله قانون ما تجبر ما تخليني اصلا افكر اسوي هذا الشيء. عشان جي اللهم الحقنا لك الحمد من تطور الى تطور. ودبي في القمه دائما وابدا والامارات في القمه دائما وابدا. ان قانون يصرم الجميع ويسمي شيء قاعد بصراط مستقيم، ما حد يسب الثاني ويشهر على الثاني ولا يطلع عيوب الثاني ويشاع على الثاني. ما هاي ما تصير عندنا في الامارات. فاتمنى هاي ما تصير في ولا مكان في الخليج. تمام يا شباب؟ ونعيد ونفكر ان هذه الدراما ستستوي على بادي بيلدينغ. ايش سخيف والله الموضوع. فنكبر يا شباب. تمام؟ وعن موضوع يعني ما احتاج حد يطبطب علي عشان قلت هالكلام، لا العوضي انت اوكي، لا 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 كلنا سواسية. فيوم انزل هذه الفيديوهات والله العظيم هي خاطره بس في خاطري اقولها يعني. ترى انا مو من اليوم انسب، انا من 3 سنوات انسب. هاي الحفاي تقول سندباد يتمرنون حفاي ما ادري موكلي. بعدين طاحوا في فول بودي ما ادري. عقب طاحوا في فيتش الماكروز انه يبيع براته وما شو. عقب طاحوا في دنجن جراج صغير ويجيب اجانب ويعبد اجانب ما شو. انا نشفر قال كذا بسمع شيء دي. عقب طاحوا في موضوع يشتري لعيبه يعني نستعبد الناس نحن استغفر الله متى نشتري لعيبه؟ طبعا عندي فلوس اشتري لعيبه. عقب طاحوا في موضوع اشاعات اسمعها كل يوم. ويا جماعه والله وصلت لمرحله يعني على الترند اللي جالس يزيد والله الناس قاموا يسبون يعني يغلطون على اهلي يعني وهذا شيء وايد ضايقني والله حرام والله حرام يا شباب. شو سويت انا قول لي؟ والله قول لي شو سويت؟ فانا مو بجالس اطلع هنا اقول لك لا تسبني انت ما تسبني سبني ورا باكر ما عندي مشكله اجر انا يا سعيد البيت يا زلمه اجر شو ابغى اكثر عندي انا محسود على الموقف هذا ولكن انا بس عشان ما ابي فتن تستوي يعني ما ابي ليش نتضارب على بادي بلدنج هدوا يا شباب تبون منافسه شرسه تبون دفان على ستيج برا ستيج شل
كومبيتيشن مالك خلاص ستيج برا ستيج نهدى يا شباب. شكرا لكم ونراكم على خير. السلام عليكم. اخر شيء يا شباب سامحوني اللي ما نزلت صورهم، ان شاء الله من توصلني صور راح انزل، احاول انزل صور الكل ان شاء الله.